الحلقة 26 من تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة البروق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما موضوعات سورة البروق؟ بتتكلم على 4 موضوعات. الموضوع الأول: يقسم الله بأربعة مخلوقات محبوبة إليه على أنه من صار إلى الله لابد أن يبتلى بمن يبعده عن الطريق ويستمتع بإيذائه، فإن صبر فاز المؤمن وهلك المجرم. الموضوع الثاني: مثال لهذا البلاء، لعن الذين حفروا الشقوق الكبيرة وأحرقوا المؤمنين متلززين بحرقهم ليردوهم عن الإيمان وليس لهم تهمة إلا الإيمان الصادق. الموضوع الثالث: لما صبر المؤمنون نالوا 7 جوائز. الموضوع الرابع: ما حدث مع أصحاب الأخدود في المثال السابق حدث مع غيرهم كفرعون وثمود، والوثنيين أشد منهم وأخطأوا في تكذيب القرآن لأنه مجيد لا نقص فيه، في لوح محفوظ لا خطأ فيه. نبدأ بقى في التفسير. نبدأ بأول موضوع اللي هو يقسم الله بأربعة مخلوقات محبوبة إليه. إيه هي؟ السماء ذات البروج، يعني ذات النجوم العظيمة، دي أول مقسم به. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، النبي فسرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. طب لماذا خص هذه المخلوقات بالقسم؟ لأنها مواطن المغفرة، فالمغفرة من السماء وتتنزل يوم الجمعة ويوم القيامة ويوم عرفة. إيه جواب القسم المحذوف ولماذا حذفه؟ جواب القسم: من صار إلى الله لابد أن يبتلى بمن يبعده عن الطريق ويستمتع بإيذائه، فإن صبر فاز المؤمن وهلك الكافر. طيب لما حذف؟ للعلم به من السياق، ده أول موضوع. الموضوع الثاني: مثال لهذا البلاء، لعن الذين حفروا الشقوق، قتل أصحاب الأخدود، يعني لعن أصحاب الأخدود الذين أمروا بحفر الشقوق الكبيرة في الأرض. النار ذات الوقود، هذه الأخدود وصفتها إيه؟ وصفها إنها نار، من قتل النار اللي فيها وصفت أنها نار ذات حطب جزل موقد به. إذ هم عليها قعود، يعني واذكر يا محمد حين قعد هؤلاء الكفار حول النار ليتلذذوا بحرق المؤمنين ويتشفوا فيهم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهؤلاء الكفار على ما يفعلون بالمؤمنين شهود على أنفسهم بما فعلوه، وليس لهم عذر أن يقولوا يوم القيامة ده الجنود اللي عملوا وإحنا ما نعرفش، أو لم نعلم، أو حدث خطأ منا. طيب ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، يعني ما كرهوا منهم إلا أمرا واحدا، إيه هو؟ الإيمان الصادق، فالمؤمنون لم يقتلوا أحدا ولم يجرحوا ولم يسرقوا. طب ما الدليل على صدق المؤمنين وأن هم أمنوا الإيمان الصادق عشان كده ابتلوا؟ أنهم رغم بلائهم الشديد استحضروا الصفات الآتية: أول صفة العزيز، يؤمنوا بالله العزيز، وتاني صفة الحميد، ثالث صفة الذي له ملك السماوات والأرض، رابع صفة والله على كل شيء شهيد. ده علامات قوة الإيمان، إن الواحد يؤمن بال4 صفات دول. طب ما معنى العزيز؟ عزيز لا يغلب، وهم مبتلين وهم مهزومين أمام الناظر، إلا إنهم يعلمون أن الله عزيز لا يغلب هو ولا أولياؤه، بل هم منصورون في الدنيا بالثبات وفي الآخرة بالجنة وهلاك العصاة. النجاة عند المسلم أن يرضي ربنا، هو ده الفوز الكبير اللي عنده. تاني حاجة: مؤمن أنه حميد، حميد لا يفعل الشر، أفعاله فأفعاله كلها خير، فيقدر البلاء ليرفع المؤمن ويعذر الكافر. يبقى اللي هم بيقولوا ربنا ده اللي بيعمله ده مش مذموم، ده محمود، لأنه رفع قدرنا، هيرفع قدرنا في الجنة، ويعذر الفاسق بحيث ما ليس له عذر أمام الله. الصفة الثالثة: الذي له ملك السماوات والأرض، أي فهم يعتقدون أن الأعداء الذين يعذبونهم لا يملكون شيئا، وإنما أعطاهم الله ما هم فيه من إمكانيات
ليختبروهم لينالوا الفوز الكبير، كقول موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلي. ولم واعتقادوا في الملك خلاهم يستقلوا العدو، وتاني حاجة لا يحزنوا على ما فقدوه من أموال وبيوت ومناصب. ليه؟ لأن ربنا له الملك، فكل ما معهم ليس ملكا ملكا لهم، بل هو عارية من الله تعالى. طيب ليه ربنا إذن تركهم؟ لأن الله يحب أن يعبد سبحانه وتعالى في الشدة كما يعبد في الرخاء، ويحب أن يعبد في السراء والضراء، ويحب أن يرى من عبده المؤمن الصبر والثبات رغم شدة المنازع. والله على كل شيء شهيد، ده المعنى الرابع. هم يعتقدون الله مطلع عليهم وهم يقتلون، ولكنه يتركهم امتحانا لهم، لأنه يريد أن يتخذ منهم شهداء، ويريد أن يمحص عباده المؤمنين، فأرواحهم قبضت قبل النار، والشهيد لا يشعر من القتل إلا بمثل القرصة. ده دليل على إيمانهم، أنهم يعتقدون ربنا عزيز وحميد وليس وله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ده صفات المؤمن الصادق. بعد كده الموضوع الثالث: لما صبر المؤمنين خدوا 7 جوائز. أول حاجة: من فتنهم فله عذاب جهنم وله عذاب الحريق. طيب تاني حاجة: المؤمنين على الطريق، الصابرين على الطريق دوت، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. تالت جايزة: هم في الجنة يرون أن الله يبطش بالظلمة ويبدئ العذاب ويعيده بمن فتنوهم أمامهم، يعني مش بيعذبهم بعيد عنهم، لا، هم يرون من عذبهم يعذبهم ويحترقون، ثم يبدأ الاحتراق ويعيد مرة أخرى. رابع حاجة: يغفر لهم كل ذنوبهم السابقة للفتنة. خامس حاجة: رغم ذنوبهم المغفورة يحبهم الله تعالى ويتودد إليهم بنعمه ويقول لهم: هل رضيتم؟ وهم في الجنة ويحلل عليه رضاه ويزيل الحجب ويريهم وجهه، وما أتي المؤمن نعمة أعظم من وجهه، ولا يطلب منه مقابل لأنه ذو العرش المجيد. سابع جائزة: الأمان على هذه النعم، فهو لا يستطيع، فهو متيقن أنه لا يستطيع أحد أن يمنع الله تعالى من فعل هذه النعم، لأنه فعال لما يريد. يبقى عندنا 7 جوائز: اللي فتنهم في النار وهم في الجنة، وهم في الجنة شايفين الكفار بيتعذبوا، وربنا بيغفر لهم الذنوب السابقة كلها بهذا الصبر، ويتودد إليهم في الجنة وينعم عليهم، وما يطلبش منهم مقابل لأنه ذو العرش المجيد الكريم، والأمان على هذه النعم لا يستطيع، فهم يعلمون مستيقنين أنه لا يستطيع أحد أن يوقف فعل الله تعالى لأنه فعال لما يريد. إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين يعني حاولوا يبعدوهم عن الطريق، والمؤمنات لا، ثم لم يتوبوا لا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دي أول عقوبة، زي ما أرادوا أن يحرقوا المؤمنين أحرقوا، بس إحراقهم بقى مستمر بصفة دائمة. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هم يدعوهم إلى التوبة، فلا تقل، يعني بلاش حقد، واحد بيبتليك ما تحقدش عليه، اللي بيبتليك ده ربنا اللي اداله القدر دي عشان يختبرك، هو نفسه عبارة عن قدر من قدر الله تعالى، فما تشيلش حقد وما تقولش لازم ربنا ينتقم من الأذاني، فلا بد أن يصيبه بأنواع الأذى، بل تمنى الرحمة. قال الله تعالى: ويفعل ما يشاء. ويوم شج في وجه النبي قال: كيف يفلح قوما شجوا نبيهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عز وجل على بعضهم. فاللي بيزيك ده كله ربنا اللي بعته عشان يزيك ليختبر إيمانك ويجعلك تتوب إلى الله تعالى. وفعلا اللي شجوا رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهزموه هم اللي أسلموا، صفان بن أمية وعكرمة وغيرهم، وخالد بن وليد اللي نصر اللي هزم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بقى سيف الله. العقوبة الثانية: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. أنهار دي من العسل واللبن والماء. طيب فوز كبير ليه؟ لأن ده الفوز الدائم مش الفوز الناقص.
طيب العقوبة الثالثة إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. هم في الجنة يرون بطش ربنا ممن عذبهم ولم يتب وبيبدأ الحرق ويعيد ويبدأ الحرق ويعيد مع إنهم أساسا لم يؤذوا لأنهم أول ما ألقوا في النار ماتوا ولم تؤثر فيهم النار. وهو الغفور يغفر لهم ذنوبهم السابقة وهو الودود رغم ذنوبهم المغفورة أحبه الله وتودد إليهم بنعمه وأعطاهم الرضا. ذو العرش المجيد يعني لا يطلب مقابل أنه ذو العرش الذي وسع السماوات والأرض ومجيد يعني كريم فعال لما يريد الأمان على هذه النعم لا يستطيع أحد أن يمنعه. أقول قولي هذا واستغفر الله.